عصر البرلمان المعلق أصبح التحالف بين حزبين كبيرين هو الحل الأول. المحافظون الحاصلون على العدد الأكبر من المقاعد مستعدون للائتلاف مع الديمقراطيين الأحرار رغم الاختلاف بينهما، بعد أن صدقت التوقعات وأصبح نيك كليك زعيم الديمقراطيين الأحرار الرجل الذي يملك مفاتيح الباب رقم 10 في داونينج ستريت. الخلافات كانت واضحة بين زعيمي حزبي الديمقراطيين الأحرار والمحافظين خلال الحملات الانتخابية، ولا يزال ديفيد كاميرون متمسكا بموقفه في قضايا خلافية مثل الهجرة والدفاع والاتحاد الأوروبي، ولكنه يرى فرصا للتحالف بين الحزبين. أريد أن أقدم عرضا كبيرا ومفتوحا وشاملا للديمقراطيين الأحرار. أريد أن نعمل معا لتجاوز المشاكل الكبيرة والعاجلة التي تواجه بلادنا، مثل أزمة الديون والمشاكل الاجتماعية العميقة والنظام الانتخابي المحطم. تغيير النظام الانتخابي قد يكون نقطة التقاء بين الحزبين، وقد اقترح كاميرون تشكيل لجنة من مختلف الأحزاب لدراسة مشروع إصلاح قانون الانتخابات، ولكن هذا ليس هدف الديمقراطيين الأحرار، فهم يضعون على رأس أولوياتهم طرح النظام الانتخابي برمته في استفتاء عام. في الوقت نفسه يبدو زعيم الحزب نيك كليج مقتنعا بعودة المحافظين إلى الحكم. حزب المحافظين يمتلك العدد الأكبر من المقاعد وأصوات الناخبين رغم أنه لم يحقق أغلبية مطلقة، ولذلك أعتقد أنه يجب على الحزب أن يثبت أنه قادر على تولي الحكم حرصا على المصالح القومية. هناك اتفاق أيضا على دعم التعليم وسياسات الطاقة والضرائب، الأمر الذي قد يساهم في تجنيب بريطانيا أزمة سياسية مريرة. أحمد الشيخ، بي بي سي، لندن.